القاضي قرر التمديد ديال البت في ديال المداوله في الحكم وبالتالي التاجيل ديال النطق بالحكم من 3 17 مارس الجاي وصافي. هذا هو هادشي اللي قال. يعني كان من المفروض يتم النطق بالحكم في القضيه ديالي اليوم والقاضي قرر انه يكون تمديد. المحامي ديالها هو غيخرج ويشرح علاش، انا ما عرفتش علاش، ولكن قال لي المحامي بان مساله عاديه دونك كنتسناو الثلاث الجاي. قال القاضي قال جمله واحده، التمديد صافي، ما كانت حتى شي حاجه. الجلسه اللي فاتت هي اللي كانت فيها المناقشه وكانوا فيهاش بطبيعه الحال كما كان متوقع اليوم انه كان يفترض ان المحكمه تنطق بالحكم في حق السي عمر الرادي بخصوص المتابعه المسطره في حقه من طرف السيد وكيل الملك. بطبيعه الحال السيد وكيل الملك السيد الرئيس اليوم قرر تاخير النطق بالحكم الى حين يوم الثلاثاء 17/3/2020. بطبيعه الحال هذه المكنه خولها المشرع للقاضي عندما تكون له اكراهات على اعتبار انه قد تكون مجموعه من الملفات تحتاج الى تحرير، وبالتالي فالمشرع اعطى هذه المكنه للسيد رئيس الغرفه بان يؤخر بعض الملفات او يؤخر النطق في بعض الملفات. فتاخير الملف وجاء في هذا الاطار هذا لان السيد القاضي كما سمعتم انه تعذر عليه تحرير الحكم متعلق بالقضيه، وبالتالي قرر انه يؤجل النطق بالحكم الى غايه يوم الثلاثاء المقبل. Thank you.